Hello everyone! Today I will tell you a story. So you have to listen and also try to understand. And then practice. Are you ready? Let's try to listen first. Put on your headphones and let's go. Listen. There were only two Americans. Stopping at the hotel. They did not know any of the people they passed on the stairs on their way to and from their room. Their room was on the second floor facing the sea. It also faced the public garden and the war monuments. Pimana, لم يكن هناك سوى امريكيين اثنين متوقفين في الفندق ولم يعرفا احدا من الاشخاص الذين مروا عليهما على الدرج في طريقهما من والى غرفتهما كانت غرفتهم في الطابق الثاني تواجه البحر كما انها تواجه الحديقه العامه والنصب او المعلم التذكاري للحرب The hotel يعني الفندق. The stairs يعني الدرج. The second floor يعني الطابق الثاني. the sea يعني البحر. The public garden تعني الحديقة العامة. The war monument تعني المعلم التذكاري للحرب أو النصب التذكاري للحرب. their room تعني غرفتهم أو غرفته غرفتهما Americans تعني الأمريكيون هيا فلنكمل القصة lesson There were big palms and green benches in the public garden. In the good weather, there was always an artist with his easel. artists like the way the palms grow and the bright colors of the hotels facing the gardens and the sea. بمعنى كانت هناك أشجار النخيل كبيرة ومقاعد خضراء في الحديقة العامة. في الطقس الجيد كان هناك دائما فنان يحمل حامله او الحامل الذي يضع عليه الرسام اوراق الرسم وقد اعجب الفنانون بطريقه نمو اشجار النخيل والوان الفنادق الزاهيه المطله على الحدائق والبحر بيك بولمز تعني اشجار النخيل الكبيره بيك تعني كبيره بولمز تعني اشجار النخيل green benches تعني مقاعد خضراء green تعني خضراء benches تعني مقاعد the public garden تعني الحديقة العامة weather يعني الجو أو الطقس artists تعني الفنانون the sea تعني البحر Easel تعني حامل حامل أوراق الرسم الخاصة بالفنانون هيا فلنكمل القصة استمع جيدا Italians came from a long way off to look up at the war monuments It was made of bronze and glistened in the rain. It was raining. The rain dripped from the palm trees. water stood in pools on the gravel paths وهذا يعني، جاء الإيطاليون من مسافة بعيدة للنظر إلى النصب التذكاري للحرب، كانت مصنوعة من البرونز وتتألق تحت المطر، كانت تمطر وكان المطر يتساقط من أشجار النخيل. وقفت- وقفت المياه في برك على الممرات المرصوفة بالحصى. Italians تعني الايطاليون. Long way تعني مسافة بعيدة. Look up تعني النظر الى. The war monument تعني المعلم التذكاري. جليسند تعني تتألق أو التألق It was raining تعني كانت تمطر Dripped تعني تتساقط أو يتساقط Water تعني الماء أو المطر Stood تعني يقف Pools تعني البرك The gravel paths تعني الممرات المرصوفة بالحصى The sea broke in a long line in the rain and slipped back down the beach to come up and break again in a long line in the rain. The motor cars were gone from the square by the war monuments. Across the square, in the doorway of the cafe of a waiter, stood looking out of the, of the empty square. معنى هذا كان البحر يتكسر في خط طويل تحت المطر ثم ينزلق عائدا إلى أسفل الشاطئ ليصعد وينكسر مرة أخرى في خط طويل تحت المطر اختفت السيارات من الساحة بجوار النصب التذكاري للحرب عبر الساحة عند مدخل المقهى وقف نادل ينظر إلى الساحة الفارغة. The sea يعني البحر. The rain يعني المطر. The beach يعني البحر. Uh, عفوا the beach يعني الشاطئ. The motor cars يعني uh, السيارات. The square تعني الساحة The doorway تعني The doorway تعني مدخل The doorway of the cafe تعني مدخل المقهى A waiter تعني النادل stood تعني وقف looking تعني ينظر The empty square The American wife stood at the window looking out. Outside, right under the window, a cat was crouched under one of the dripping green tables. The cat was trying to make herself so compact that she would not be dripped on. وقفت الزوجة الأمريكية عند النافذة تنظر إلى الخارج وفي الخارج أسفل نافذتهم مباشرة كانت هناك قطة جالسة تحت إحدى الطاولات الخضراء المتساقطة كانت القطة تحاول أن تجعل نفسها مضغوطة بحيث لا يقطر عليها الماء The American wife تعني الزوجة الأمريكية stood تعني وقفت at the window تعني عند النافذة looking out تعني أنها تنظر إلى الخارج cat تعني a cat تعني قطة was crouched تعني كانت جالسة dripping green tables dripping تعني يتساقط ف-dripping green tables تعني الطاولة الخضراء التي يتساقط منها المطر -trying تعني تحاول هيا فلنكمل القصة I'm going down and get that kitty The American wife said I'll do it her husband offered from the bed no I will get it the poor kitty are trying to keep dry under a table the husband went on reading line propped up with the two pillows at the foot of the bed بمعنى بمعنى سأحضر uh, سأنزل سأذهب وسأحضر تلك القطة الزوجة الأمريكية هذا ما قالته، سأفعل ذلك أنا، قال زوجها، لا سأحصل عليه أنا، القطة المسكينة تحاول أن تبقى جافة تحت الطاولة، استمر الزوج في القراءة مستلقيا, مستلقياً مستندا على وسادتين عند أسفل السرير. ف oh, that's kitty تعني تلك القطة. The American wife تعني الزوجة الأمريكية. her husband offered from the bed يعني أن زوجها أجاب من السرير. I'll do it يعني سأفعلها أنا. I'll get it تعني لا سأحضرها أنا أو سأحصل عليه أنا. Went on reading, yani istamara fil القراءة, Pillows tani الوسادتين. Haya Don't get wet, he said. The wife went downstairs, and the, and the hotel owner stood up and bowed to her as she passed the, the office. His desk was at the far end of the office. He was an old man and very tall. معنى هذا لا تتبللي قال زوجها ثم نزلت الزوجة إلى الطابق السفلي ووقف صاحب الفندق وانحنى لها أثناء مرورها بالمكتب كان مكتبه في أقصى نهاية المك... كان كانت طاولة مكتبه في أقصى نهاية المكتب، لقد كان الرجل رجلاً عجوزاً وطويل القامة. he said بمعنى قال لها. the hotel owner تعني صاحب الفندق. his desk تعني الطاولة الخاصة به. the office تعني المكتب. old man old man تعني الرجل العجوز very tall تعني انه طويل القامة bowed to her بمعنى انحنى لها stood up بمعنى وقف لها او وقف downstairs يعني في الطابق السفلي هيا في البيوڤي the wife said she liked the hotel keeper سي سي سينيورا brutto tempo it is very bad weather معنى هذا البيوڤي تعني المطر الزوجة قالت البيوڤي بمعنى المطر قالت هذا لصاحب قالت هذا لحارس الفندق لقد احببت حارس الفندق ثم احد قال سي سي سينيورا بروتو تيمبو بمعنى الجو بروتو تيمبو بمعنى الطقس سيء It is very bad weather. تاني and in on He stood behind his desk in the far end of the gym room. The wife liked him. She liked the deadly serious way he received any complaints. She liked the way he wanted to serve her. She liked the way he felt about being a hotel a, a hotel keeper. she liked his old heavy face and big hands معنى هذا كان يقف خلف مكتبه في أقصى الغرفة المعتمة الزوجة أعجبت به لقد أحببت الطريقة الجادة المميتة التي يتلقى بها أي شكوى لقد أحببت الطريقة التي أراد أن يخدمها بها لقد أحببت الطريقة التي, شع... التي شعرت بها تجاه كونه حارس الفندق عفواً لقد أحببت الطريقة التي يشعر بها تجاه كونه حارس الفندق لقد أحببت وجهه العجوز الثقيل ويديه الكبيرتين he stood بمعنى يقف behind يعني خلف dim room تعني الغرفة المعتمة complaints تعني الشكوى أو الشكاوي a hotel keeper تعني حارس الفندق old فيس يعني الوجه العجوز هيفي يعني الثقيل Like liking him, she opened the door and looked it out. It was raining harder. A man in a rubber cape was crossing the empty square to the cafe. The cat would be around to the right. Perhaps she could go along under the, the eaves. <laughs> لايكن like هيم بمعنى أعجبت به، فتحت الباب ونظرت إلى الخارج، كانت السماء تمطر بشدة، كان رجل يرتدي عباء مطاطية يعبر الساحة الفارغة إلى المقهى، ستكون القطة على اليمين، ربما يمكنها أن تسير تحت الإيفز، الإيفز تعني الطنف، إذا لم تكونوا تعرفون ما معنى من الإيفز فاكتبوا في جوجل وانظروا الى الصور الان لايك ان تعني اعجبت به اوبند شي اوبند ذا دور تعني انها فتحت الباب اند لوك ات اوت تعني انها نظرت الى الخارج هاردر تعني بقوه امان تعني رجل كروسين تعني يقطع The empty square تعني في الساحة الفارغة روبر كيب تعني العباءة المطاطية روبر كيب العباءة المطاطية هيا فلنكمل هذه القصة As she stood in the doorway, an umbrella opened behind her. It was the maid who looked, out, looked after the room You must not get wet She smiled She's speaking Italian Of course The hotel keeper had sent her ما هذا. وبينما كانت واقفة في طريق الباب انفتحت مظلة خلفها وكانت الخادمة هي التي وكانت الخادمه التي تعتني بغرفتهم ابتسمت وهي تتحدث الايطاليه وقالت يجب ان لا تتبللي من المطر وبطبيعه الحال فقالت وبطبيعه الحال عفوا قالت يجب ان لا تتبللي من المطر فهذه الخادمه ارسله ارسله حارس الفندق إلى هذه المرأة الإيطالية أو الزوجة عفواً إلى هذه الزوجة الأمريكية. إذن doorway تعني طريق uh, الباب, an umbrella تعني المظلة, behind تعني خلفة, the maid تعني الخادمة, their room تعني غرفتهم, get wet. أو you must not get wet بمعنى يجب أن لا تبل تتبللي من المطر أن تتبللي She smiled بمعنى أنها إبتسمت تلك الخادمة إبتسمت وهي تتحدث مع الأمر الزوجة الأمريكية فلنكمل With the maid holding the umbrella over her she walked along the gravel path until she was under their window The table was there washed the bright green in the rain but the cat was gone she was suddenly disappointed the maid looked up to her معنى هذا مع الخادمه التي تحمل المظله فوقها صارت هذه الزوجه الامريكيه على طول الطريق المرصوف بالحصى حتى اصبحت تحت نافذتهم كانت الطاولة هناك وقد غسلها اللون الأخضر الزاهي تحت المطر لكن القطة كانت قد اختفت أصيبت هذه الزوجة الأمريكية بخيبة أمل فجأة نظرت الخادمة إليها أي نظرت الخادمة إلى الزوجة الأمريكية هولدن بمعنى تحمل The umbrella تعني المظلة Over her تعني فوقها The gravel path تعني الطريق المرصوف بالحصى The gravel تعني الحصى Path تعني الطريق Their window تعني نافذتهم The table تعني الطاولة The rain تعني المطر The cat تعني القطة Suddenly بمعنى فجأة disappointed بمعنى خيبة أمل the maid تعني الخادمة looked up to her بمعنى نظرت إليها هيا فلنكمل ها بردودو كالكا كوسا سينيورا there was a cat said the American girl a cat see il gatto معنى هذا هل فقدت أي شيء يا سيدتي؟ كانت هناك قطة قالت الفتاة الأمريكية قطة سي الجاتو بمعنى نعم القطة بمعنى أن الخادمة قالت للفتاة للزوجة الأمريكية هل فقدت أي شيء يا سيدتي؟ فقالت الفتاة الأمريكية نعم كانت هناك قطة، فقالت الخادمة قطة، قالت الزوجة الأمريكية نعم قطة، فلنكمل: a cat the maid laughed, a cat in the rain yes she said under the table, then oh I wanted it so much. I wanted a kitty when she talked English the maid's face tightened معنى هذا قطة ضحكت الخادمة قطة في المطر هذا ما قالته الخادمة قالت الفتاة الأمريكية نعم تحت الطاولة لقد أردت ذلك كثيرا كنت أرغب في قطة عندما تحدثت الإنجليزية شد وجه الخادمة Coming sinira, she said. We must get back inside. You will be wet. I suppose so, said the American girl. قالت تعالي يا آنستي يجب أن نعود إلى الداخل سوف, ت... سوف, تكون... سوف تتبللي فقالت الفتاة الأمريكية أعتقد ذلك They went back along the gravel path and passed in the door. The maid stayed outside to close the umbrella. As the American girl passed the office, the padron bowed from his desk. Something felt very small and tight inside the girl. هَذَا عَدُو على طول الطريق المرصوف بالحصى. ودخل ودخلوا الباب بقيت الخادمة في الخارج لتغلق المظلة عندما مرت الفتاة الأمريكية بالمكتب انحنى الموظف من مكتبه شعرت بشيء صغير جدا وضيق داخل, داخل هذه الفتاة فإذا the gravel يعني الطريق المرصوف بالحصى the door يعني الباب The maid يعني الخادمة. The umbrella تعني المظلة. bowed يعني انحنى. The padron تعني السيد أو الموظف. Desk يعني المكتب أو عفوا الطاولة. The office يعني المكتب. The padron made her feel very small. And at the same time, really important. She had a momentary feeling of being of supreme importance. She, she went on up the stairs. She opened the door of the room. George was on the bed, reading. مَعْنَا هَذَا؟ مَعْنَا هَذَا لَقَدْ جَعْلَهَا الْبَادْرَنْ أَوِ السَّيِّدِ تَشْعُرُ بِأَنَّهَا صغيرة جِدًّا وفي نفس الوقت مهمة حقا كان لديها شعور مؤقت بأنها ذات أهمية قصوى ذهبت إلى أعلى الدرج فتحت باب الغرفة وكان جورج على السرير يقرأ uh, very small يعني أصغر جدا صغير جدا really important مهم جدا momentary يعني uh, للحظات قليلة أو شعور مقت مؤقت. ميمونتري يعني مؤقت. Did you get the cat? he asked, putting the book down. It was gone. Wonder where it went to? he said, resting his eyes from reading. She sat down on the bed. معنى هذا، هل حصلت على القطة، عفوا، هل حصلت على القطة؟ سأل وهو يضع الكتاب جانبا، فقالت هي، لقد ذهب، قال وهو يريح عينيه من القراءة، أتساءل أين ذهبت؟ وهو جاء، فجلست عفوا، فجلست الزوجة على السرير I wanted it so much she said, I don't know why I wanted it so much, I wanted that poor kitty, it isn't any fun to be a poor kitty out in the rain. George was reading again. معنى هذا قالت أردت ذلك كثيرا، لا أعرف لماذا أردت ذلك كثيرا، أردت تلك القطة المسكينة. ليس من الممتع أن تكون القطة الفقيرة تحت المطر. وكان جورج يقرأ مرة أخرى. I wanted it so much بمعنى أريدها كثيرا. The poor that poor تعني المسكينة. Kitty تعني القطة. Fan تعني ممتع. It isn't any fun. إنه غير ممتع بالبَطَء والمطلق. The rain, تاني المطر. She went over and sat in front of the mirror of the dressing table, looking at herself with the hand glass. She studied her profile, first one side and then the other side. Then she studied the back of her head and her neck. ما هذا؟ Her head تعني رأسها. سنبدأ الترجمة من الأول. ذهبت وجلست أمام مرآة من ضد من السينة تنظر إلى نفسها بالزجاج اليدوي. لقد درست أو نظرت إلى ملفها الشخصي يعني نظرت إلى نفسها جيداً.

looking at her profile again. George looked up and saw the back of her neck, of her neck clipped close like a boy's. بمعنى ألا تعتقد أنها ستكون فكرة جيدة إذا تركت شعري ينمو؟ سألت وهي تنظر إلى ملفها الشخصي مرة أخرى أي أنها تنظر إلى نفسها مرة أخرى نظر جورج إلى أعلى ورأى الجزء الخلفي من رقبتها مقصوصا مثل رقبة الصبي كليبد يعني مقصوص نك يعني الرقبة لوكيداب يعني ينظر إلى الأعلى فلنكمل I like it the way it is I get so tired of it she said I get so tired of looking like a boy George shifted his position in the bed He hadn't looked away from her since she started to speak معنى هذا I like it the way it is بمعنى أحببت الطريقة التي مقصوص بها هذا الشعر قالت لقد سئمت من ذلك لقد سئمت جدا من أبدو من أن أبدو كصبي. قام جورج بتغيير وضعه في السرير. لم ينظر بعيدا عنها منذ أن بدأت في التحدث. «You look pretty darn nice ، he said. She laid the mirror down on the dresser and went over to the window and looked out. It was getting dark.» You look pretty darn nice, he said. She laid the mirror down on the dresser and went over to the window and looked out. It was getting dark. قال أنت تبدو أنت تبدو تبدين عفوا لطيفا جدا. وضعت المرآة على الخيزانة واتجهت نحو النافذة ونظرت إلى الخارج. كان الظلام I want to pull my hair back tight and smooth and make a big knot at the back that I can feel she said I want to have a kitty to sit on my lap and purr when I stroke her yeah george sorry George said from the bed معنى هذا وقالت: أريد أن أسحب شعري إلى الخلف بقوة وأملس وأن أصنع عقدة كبيرة في الخلف أستطيع أن أشعر بها. أريد أن يكون لدي قطة تجلس في حضني وسخرخر عندما أداعبها. نعم قال جورج من السرير. And I want to eat at a table with my own silver and I want candles. And I want it to be spring and I want to brush my hair out in front of a mirror and I want a kitty and I want some new clothes. بمعنى وأريد أن آكل على المائدة بفضتي الخاصة وأريد الشموع وأريد أن يكون الربيع وأريد تسريح شعري أمام المرآة وأريد قطة وأريد بعض الملابس الجديدة New clothes تعني ملابس جديدة Candles تعني الشموع Oh, shut up and get something to read George said He was reading again His wife was looking out of the window It was quite dark now and still raining in the palm trees palm trees تعني أشجار النخيل، سنقوم بالترجمة من الأول، قال جورج، أوه oh, اصمتي واحصلي على شيء لتقرأيه، كان يقرأ مرة أخرى، وكانت زوجته تنظر من النافذة، كان الظلام دامسا الآن، وما زالت السماء تمطر. Anyway, I want a cat, she said. I want a cat. I want a cat now. If I can't have long hair or any fun, I can have a cat. George was not listening, he was reading his book. His wife looked out of the window where the lights had come. on the square معنى هذا قالت على أي حال أريد قطة أريد قطة أريد قطة, أريد قطة الآن إذا لم يكن بإمكاني الحصول على شعر طويل أو أي متعة فيمكنني الحصول على قطة ولم يكن جورج يستمع كان يقرأ كتابه نظرت زوجته من النافذة حيث أضاء الضوء في الساحة Someone knocked at the door. "Avanti, George said, he looked up from his book, in the doorway stood the maid, she held a big tortoise shell, cat pressed tight against her and swung down against her body." بمعنى طرقت- طرق شخص عند الباب, "Avanti بمعنى بعدك" قال جورج رفع نظره- نظره عن الكتاب. في المدخل وقفت الخادمة كانت تحمل قطة كبيرة على شكل قوقعة قوقعة سلحفاة تضغط عليها بشدة وتتأرجح على جسدها Excuse me, she said. The patron asked me to bring these for the signora. قالت معذرة لقد طلب مني السيد أن أحضر هذا للسيدة سنعيد قراءة القصة من جديد وانظر الآن هل إذا كنت تعلم أو تفهم القصة There were only two Americans stopping at the hotel They did not know any of the people they passed on the stairs on their way to and from their room. Their room was on the second floor facing the sea. It also faced the public garden and the war monuments. There were big palms and green benches in the public garden. In the good weather, there was always an artist with his easel. Artists liked the way the palms grow and the bright colors of the hotels facing the gardens in the sea. Italians came from a long way off to look up at the war monument. It was made of bronze and glistened in the rain. It was raining. The rain dripped from the palm trees. Water stood in pools of the gravel paths. The sea broke in a long line in the rain and slipped back down the beach to come up and break again in a long line in the rain. the motor cars were gone from the square by the war monuments. across the square in the doorway of the cafe a waiter stood looking out of the, the empty square. the american wife stood at the window looking out. Outside right under the window a cat was crouched under one of the dripping green tables. The cat was trying to make herself so compact that she would not be dripped, dripped on. I'm going down and get that kitty, the American wife said. I'll do it, her husband offered from the bed. No, I will get it, the poor kitty out trying to keep dry under a table. The husband went on reading, lying propped up with two pillows at the foot of the bed. Don't get wet, he said. The wife went downstairs, and, and the hotel owner stood up and bowed to her as she passed the office. His desk was at the far end of the office. He was an old man and very tall. Il the wife said. She liked the hotel keeper. si, signora, brought to tempo. It is very bad weather. He stood behind his desk in the far end of the dim room. The wife liked him. She liked the deadly serious way he received any complaints. She liked the way he wanted to serve her. She liked the way he felt about being a hotel keeper. She liked his old heavy face and big hands. Liking him, she opened the door and looked it out. It was raining harder. A man in a rubber cape. Was crossing the empty square to the cafe. The cat would be around to the right. Perhaps she could be. A Perhaps she could go alone under the eaves. As she stood in the doorway, in a, an umbrella opened behind her. It was the maid who looked after the room. You must not get wet, she smiled, speaking Italian. Of course, the hotel keeper had sent her. With the maid holding the umbrella over her, she walked along the gravel path until she was under the, the window. The table was there, washed bright green in the rain. But the cat was gone. She was suddenly disappointed. The maid looked up to her. "ha perduto qualche cosa, signora?" "there was a cat," said the american girl. "a cat? si, il gatto." "a cat?" the maid laughed. "a cat in the rain?" "yes," she said, "under the table." then, "oh, i wanted it so much, i wanted a kitty." when she talked english. The maid's face tightened. Come, senora, she said. We must get, get back inside. You will be wet. I suppose so, said the American girl. They went back along the gravel path and passed in the door. The maid stayed outside to close the umbrella. As the American girl passed, passed the office... The Padron bowed from his desk. Something felt very small and tight inside the girl. The Padron made her feel very small and at the same time really important. She had a momentary feeling of being of supreme importance. She went on up the stairs. She opened the door of the room. George was on the bed, reading. Did you get that? The cat? He asked, putting the, the book down. It was gone. Wonder where it went to? He said, raising his eyes from reading. She she sat down on the bed. I wanted I wanted it so much, she said. I don't know why I wanted it so much. I wanted that poor kitty. It isn't any fun to be a poor kitty out in the rain. George was reading again. She went over and sat in front of the mirror of the dressing table, looking at herself with the hand glass. She studied her profile, first one side and then the other side. Then she studied the back of her head and her neck. Don't you think it would be a good idea if I let my hair grow out? She asked, looking at her profile again. George looked it up and saw the back of her neck, clipped close like a boy's. I like it the way it is. I get so tired of it, she said. I get so tired of looking like a boy. George shifted his position in the bed. He hadn't looked away from her since she started to speak. You look pretty darn nice, he said. She laid the mirror down on the dresser and went over to the window and looked out. It was getting dark. I want to pull my hair back tight and smooth and make a big knot at the back that i can feel she said i want to have a kitty to sit on my lap and pour when i stroke her yeah george said from the bed and i want to eat at a table with my own silver and i want candles and i want it to be spring and I want to brush my hair out in front of a mirror, and I want a kitty in, and I want some new clothes. Oh, shut up and get something to read, George said. He was reading again. His wife was looking out of the window, and it was quite dark now, and still raining in the palm trees. Anyway, "i want a cat," she said. "i want a cat. i want a cat now. if i can't have long hair or any fun, i can have a cat." george was not listening. he was reading his book. his wife looked out of the window where the lights had come on in the square. someone knocked at the door. "avanti," george said. He looked up from his book. In the doorway stood the maid. She held a big tortoise shell. Cat pressed tight against her and twang down against her body. Excuse me, she said. The patron had asked me to bring these for the signora. And well, now Has لقراءة هذه القصة بنفسك نعم هذا هو الجزء الخاص ب practice أي بتطبيق ما, ما شرحناه أو ما قمنا بترجمته في بداية هذا الفيديو دورك الآن لقراءة القصة سأترك لك القصة باللغة الإنجليزية فقم بقراءتها وقم بترجمتها لي في التعليقات احسنت لقد وصلنا الى اخر الفيديو لا تنسى يا عزيزي المشاهد ان تقوم بالاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وكومنت ولا تنسى ايضا ان تقوم بمشاركة هذا الفيديو مع اصدقائكم المهتمين بتعلم اللغة الانجليزية واي ملاحظة اي تعليق اكتبوه لي في التعليقات فانا اقوم بقراءة جميع تعليقاتكم وشكرا